Sorry.
Tira. حتى العربات الكبار زي ما شايفين عربات يونسفة ما قادر يعدي ولا يقدر يمشي، بالعكس الشارع خربان شديد. فإحنا بنسأل كيف المواطن يقدر يطلع من مدينة أنت لحد ما يوصل أبيي، وده شارع الرئيسي البدخول. فإحنا بنناشد المنظمات الدولية إن يقدر يجوا ويساعد المواطنين بزاد الشارع، الشارع غطاه شديد. أمشي كده، أمشي كده. Yeah, Monday. Yeah.
بين المجتمع والإدارة على أساس تحديات المعوق طريقة للسفتة. على ضوء كده المجتمع حدد على أنه لابد يقوم النفير، والنفير قائم على القيادة الرئيس 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 العليا للاستبدادية بقيادة الأستاذ دين على كوال والجنرال ماريو كوال رئيس الإدارة بتاعبيه وكل المرافقين من اللجنة العليا للاستفتاء والإدارة هنا متحدين مع المجتمع الأهلي على أنه لابد يسعوا على أساس يوقف المحديات المعوق للفترة بتاع الاستفتاء بالذات، وهي الشارع بين كينيا الوابيه الواب ما في مسافة 3 كيلو الواب بقول له بانيا تونان هو الحتة الوحيد المعوق حركة بتاع الناس الجايين للعودة والجايين برضو لانتظار الاستفتاء، وكل حتى الحركات التجارية برضو معوق على أساس يوفر المواد في المنطقة على أساس يقدر يغطي الحوجات بتاع الناس دي هنا. طبعا كحل مؤقت وسعين بأنه ممكن تتحل حل مؤقت، لكن في النهاية دايرين حال مستديمة على أساس المنطقة ما يتعوق بالمشاكل دي، وعشان كده نسعى من الجهات المساعدة على أساس يساعد الناس في أنه في النهاية يدينا الحل المؤقت للشارع دي عشان يكون مستدام بالحركة فيه. ده طبعا أي إنسان لما يتحرك عشان يعمل حاجة فيمكن يقدر حتى ولو نقطة بسيطة لابد يطلع جزء على بال يكمله بعد الفترة. عشان كده الحركة بتاعنا مش معناه عشان ننهيه مرة واحد، لكن حركة شعبي ومجهود شعبي بدون الآلات المحزرة، لكن حنعمل البسيط الممكن يشجع للحركة حتى نصل فترة بتاع الجفاف الماء ممكن يأثر، وإن شاء الله في الفترة دي يجينا العامل المساعد عشان يقدر يقوم لنا الشارع دي ويكون ثابت حتى في الوقت اللاحق ما يكون معوق لأي حركة في المنطقة. وشكرا. سؤال، انت كنازل لدينكاوك الى اي مدى يمكنك توصيل جاهزيه شعب دينكاوك للاستفتاء؟ والله لي حس انه بشوف حتى الاستفتاء العدد الموجود من قبل ما يجي العود العايدين والاخوه الموظفين اللي كانوا في حكومه جنوب، العدد الموجود لو قامت الليله بانه قال بفوره حسب البرنامج بتاع السفتة عملوا بتاع إجراءات للسفتة، أفتكر ممكن ناس المنطقة قادرين يقدر يعملوا ممكن ينفذوها في أقل من حسب الحوجات بتاعهم، لأن العدل فيه مستعد لأيه.